محمد زكي، وفوز رهيب جدا 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 للأهلوية بثلاثية مع الرأفة على الإسماعيلي. الإسماعيلي الذي كشر على أنياب اليوم وبلعب مباراة هي أفضل مبارياته على الإطلاق هذا الموسم، لعب بقوة بحماس بإصرار برغبة في الفوز، برغبة في الحاق تعادل أو فوز على النادي الأهلي يحفظ ماء الوجه لإدارة الكرة في النادي الإسماعيلي ولجهاز الكرة، ويعني حد يبقى عمل حاجة غير اللي بيحصل طول السنة. لكن دهس الزلزال أو دمر الزلزال الأهلاوي حصون الإسماعيلي بثلاثية مع الرأفة مع الرأفة مع الرأفة، وربما خوف ورعب محمود عاشور في الشوط الأولاني إنه يحتسب ضربة الجزاء الثانية اللي هي إيده هي إيد الراجل هي عاشور، فكان في رعب كل شوية رايح جاي محمود عاشور إلى الفار، لدرجة إنه في الشوط الثاني قال له ما أناش جاي لك بين الشوطين، قال له بقول لك إيه ما أناش جاي لك، عندك حاجة تقولها لي في التليفون، مش قادر تاخد قرار تقعد في بيتكم، ما تلبسنيش كل حاجة. فضربة الجزاء الثانية اللي ما احتسبتش النادي الأهلي حاجة غريبة جدا جدا جدا. الأغرب والكوميديا من عاشور 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 هو احتساب ضربة جزاء للإسماعيلي من وحي الخيال. أي حد ذو عينين ومبصرتين يرى ضربة الجزاء دي مش ممكن يحسب، ليه أهو بدماغه أهو بدماغه أهو حسبها إزاي بقى إنها جت هنا؟ ولا تعرف ولا تعرف، مفيش كاميرا جابتها ولا تعرف. بنقول الكلام ده لأن الناس اللي بتتكلم في سوء استخدام الفار عندها حق. ضربة جزاء من وحي الخيال بتاعت اللي حسبها على رامي ربيع، لكن سبحانه يسبب الأسباب وتطلع تتشاط توصل الإسماعيلية، بيدوروا عليها في الإسماعيلية دلوقتي ضربة الجزاء دي، الكرة مش لاقيينها. ليه السبب؟ السبب ان في ظلم وقهر للنادي الاهلي، فرقة فايقة وفرقة بتلعب كرة لازم افرملها، لازم ان انا اخاف من الجمهور، لازم اعمل فيها البطل، لازم ابحث عن الشو، واكتر اتنين بيحبوا الشو حبيبي ابراهيم نور الدين واخويا محمود عاشور، الاتنين بيموتوا في الشو يا جماعة، كل شوية ايوه ايوه انا جاي لك اروح دربين دربين دربين، وسعفان الصغير يقعد يتفرج معاه كده واحمد العجوز يخش وياه. يا جماعه فين الكروت وفين الانذارات وفين الطرد؟ ما ينفعش حكم لما يبقى رايح للفار ام لا اله الا الله تبقى رايحه معاه، هو مش ناقص غير الجيران اللي ما جوش عاشور. هتطلع امتى كارت احمر لواحد جاي معاك لحد عندك وانت بتشوف الفار؟ فبالتالي النهارده فوز النادي الاهلي فوز كبير جدا، لازم ابدا بعاشور عاشور عاشور عاشور، لان هو النهارده في الشوط الاولاني خرج ولم يعد. ضربه الجزاء للنادي الاهلي الاولانيه سليمه، الثانيه سليمه في ايد اللاعب، الثالثه اللي حسبها على النادي الاهلي لا علاقه لها بضربات الجزاء. اي حد عنده عينين مبصرتين يقول انها مش ضربه جزاء، لكن كابتن محمود عاشور تعاطف مع الاسماعيلي رغم انه يدرك تماما ان تعاطفه وحده ليس كافيا لانقاذ النادي الاسماعيلي من العروض السيئه، فالاسماعيلي لسه خسران من الاتحاد بالاربعه ولسه خسران من المقصه بالثلاثه، جاي على النادي الاهلي ما هو زلزال الاهلي يا ابني لازم يكمل، لان الفرقه اتفضت من نجومها، الاداره فرغت الفرقه من نجومها، فبالتالي انت هنا الاسماعيلي فرقه كبيره وفرقه عظيمه، لكن اللعيبه مش قادره تشيل رجلها في الملعب بدنيا واقعه، اتفرج عليها من بعد الدقيقه 25 30 الشوط الثاني واقعين بدني في عنف، وبالدليل انه لجأ الى العنف والخشونه والضرب من ورا والحكايه والروايه، ده في بعض الكرات مش فيها تهور، ده فيها ابو التهور تحتاج كارت احمر. لكن كابتن محمود عاشور كان رحيما بفرقه الاسماعيلي النهارده ان هو ما طردش ناس منها، فالثلاثيه الاهلاويه امر طبيعي في هذه المباراه. طيب ضربه الجزاء الاولانيه وعلي معلول سجلها في الدقيقه 2، لكن تعال بقى للجنين اللي جم مع خاتم سليمان. خاتم سليمان هنا ليس سحرا كما يزعم العبيط، ولكنه اراده بلعيبة نازلة، اتنين عندهم إرادة، شوفوا الاتنين دول لما نزلوا قلبوا الماتش وغيروا مسار المباراة، وليد سليمان وكابتن أحمد الشيخ ومحمود وحيد حتى في الباك رايت، وهقف عند الاتنين الأولانيين وليد سليمان وأحمد الشيخ. شوف وليد سليمان في الجون التاني قطع واتقطعت منه، قام رايح قاطع ومسلم لأحمد الشيخ، أحمد الشيخ قشرها لإليو بادجي علي بادجي علي بادجي، قال لها روح لمكان ما بتروح برجل مرزبة في الجول. طب الجول الثالث نفس الفكرة، فاللي أنا بتكلم فيه والنهاردة القائم متعاطف مع الإسماعيلي في واحدة بتاعت أفشة دي ما تضيعش خالص ما تضيعش خالص. القائم ما عرفش ليه يعني بينه وبين الأهلي ما فيش صلح، ما فيش كرة بتروح القائم من مباراة القمة وتخش المرمى، تروح القائم وترجع تروح القائم وترجع، ليه يا عم هو في إيه؟
ليه يا عم كده؟ ليه كده يعني؟ انا مش عارف ايه الحكايه ديت اللي مزعله القائم مننا. طيب النهارده من الملاحظات في مباراه اليوم هو ان الاهلي بدا يستعيد اداؤه الممتع اللي كان في بدايه الموسم، اللي هو لمسه ولعبه موجود. مين بيبوظها وبيعمل حاجه تانية؟ النادي الاهلي بيعمل اللونج باص من المدافع الى جيرالدو على الاطراف واجاييه وباتش، حصلت اكتر من مره. عدم الاستلام بشكل جيد بيضيع مجهود فرقه كامله، وده بيظهر في اللهم صل على سيدنا محمد، في اداء جيرالدو. الناس اللي عماله تتكلم عن صالح جمعه وبيقول لك التحاليل طلعت سلبي وطلعت ايجابي، صالح جمعه ليس متهما بشيء في هذا الامر. نخلينا عندنا اخلاق في هذه الجزئيه يا جماعه، نخلينا عندنا اخلاق في هذه، مش عايزين نغزف واحد في سمعته وفي اخلاقه لمجرد حادثه عربيه وخلصنا، وهتكلم فيها دلوقتي. لكن مش عاوزين نروح لمناطق اخلاقيه كده يعني. نهدى على صالح جمعه. طيب وليد سليمان واحمد الشيخ ومحمود وحيد لما نزلوا عملوا ريفرش للفرقه. وليد سليمان واحمد الشيخ، شوف الجون الثاني لاحمد الشيخ، الاوفر نتيجه الخشونه والعنف الشديد جدا، عمل الاوفر، الكره سخنه وقعت من ايده احمد الشيخ جون. طب الجون اللي قبليه وليد سليمان يضغط يسلم احمد الشيخ لعلي بادجي جول، رغم ان يعني القائم تصدى لصاروخيه قفشه، ان الحظ معاند، ان الحكم مكسوف يحسب للنادي الاهلي ضربه جزاء تانية وثالثه. فمن اللمسات برضو الايجابيه في هذه المباراه مشاركه محمود عبد المنعم كهرباء، نزوله في الملعب اليوم تحس ان هو والفرقه منسجمين والعلاقه طيبه والروح حلوه. وبالتالي لعب ربع ساعه كانت جميله جدا جدا جدا، كان نفسه يهدف لكن في الاخر اثبت وجوده ومستواه هيجي بالمباريات. النهارده لعب ربع ساعه، الماتش اللي جاي يلعب 60 دقيقه وهكذا حتى نستمتع بادائه. طيب الملاحظه الثانيه ايه يا معاطي؟ في ملاحظات برضو انا مركز فيها في هذه المباراه لان عجباني. يقظه محمد الشناوي النهارده طلع في توقيتات مناسبه، تصدى لهجمات الاسماعيلي بشكل مميز وبالتالي ادى مباراه طيبه. طيب من اللفتات الجميله جبران الخاطر كده، مؤمن زكريا كده، فجبران الخاطر ده في الجونين الاثنين و يعني حاجه جميله. حتى بادجي اللي لسه جاي ملحقش مؤمن زكريا لعيب، الفرقه كلها اللافتات اللي موجوده في المدرجات، وده بياتي توافقا مع اللي خده مجلس الاداره بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا. في شيكات للسنوات اللي جايه ماشي. لكن في الاخر انا واحد من الناس اللي كانوا متابعين هذا الملف، وكان في مرحله قلت ما ينفعش نخسر 25% اللي هي نسبه المشاركه، دلوقتي بفضل الله لم يتم خصم اي شيء من نسبه المشاركه وبالتالي وحصل على عقده مؤمن. كان امبارح موجود في النادي وكانت حاجه في منتهى 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 الروعه منتهى الروعه، والنهارده كل زمايله بيقولوا له احنا معاه، مش زمايله بس، وامبارح سموحه نفس الفكره. فوز النادي الاهلي اليوم بيضعه على القمه برصيد كام نقطه؟ 71 نقطه، 26 مباراه والزمالك 26 مباراه وكل الفرق لحد ما تنزل لمصر المقصه السابع 26 مباراه. طيب الزمالك كام نقطه؟ 49. الفرق كام؟ 22 نقطه. وتلاقي معلق بيقول لك واثق الخطوات يمشي ملكا. ملكا ايه يا عم؟ ده 22 نقطه يا حاج. يا عم بلال 22 نقطه يا سيدي، مش نقطه ولا اتنين. نقول ايه في الكلام ده؟ تلاقي بعديه المقاولون العرب الذي صعد ثالثا بفوزه بالامس وهزيمه بيراميدز الثالثه على التوالي، قلنا الزمالك والجونه، وامبارح كمان شرف مع النادي المصري. الزمالك 49 نقطه، المقاولون العرب ثالث 47 نقطه، بيراميدز 45 نقطه، الاتحاد سيدي البلد 36 نقطه، محتاج يشد ويدوس، ممكن باذن الله يعدي بيراميدز او ويخش رابع.
يعني هو وسموحه 36 و33 والمقصه 33، لكن اظن ان مربع الذهبي سيظل كما هو. لو حصل تلاعب هيبقى بين المقاولين وبيراميدز، لان الزمالك لا يفرط ابدا في المركز الثاني، الفرق 22 نقطه مع الاهلي خلاص. لكن ان المقاولين بقى يعديه 47 وده 49، دي محتاجه تخاريف اكتر من مستر بدرس كارترون مثل ما حدث بالامس. عاوز اقول ان هناك فارق بين ثلاثيه وثلاثيه. ثلاثيه النادي الاهلي اليوم بثلاث نقاط، ثلاثيه الزمالك بالامس امام سموحه بنقطه واحده، رغم ان في 6 جوان لكن 3-3. فرقه فرطت في الفوز، فرقه خرف فيها باتريس كارترون فادى الى 3-3. طيب اللي انا عاوز اتكلم فيه تاني ان كابتن محمد حمص وكابتن احمد العجوز معذورين في اداره هذا الفريق، وعلى ابراهيم عثمان بقى ان يسيبهم لنهايه الموسم. مش كل ماتش وماتشنا نغير، دي الامكانيات لعبتك. عاوز تعمل فرقه هدفك فيها ايه؟ المنافسه على بطوله الدوري ولا انك انت تتواجد في المربع الذهبي؟ يعني الاسماعيلي كارثه كبيره جدا يا جماعه، كارثه كبيره جدا لما الاسماعيلي يبقى العاشر ب30 نقطه. فده كلام ما ينفعش خالص، مش ده الاسماعيلي. طيب وانا بتكلم في الجزئيه دي نحاول كده مع احد نجومنا الكبار يا رب يرد علينا، يا رب يرد علينا. هم قاعدين في اسكندريه. يا رب يرد علينا بحيث ان احنا النهارده النادي الاهلي ادى بمزاج، ادى بمزاج عالي. اللعيبه كانت مبسوطه سعيده، الثلاثيه حلوه وطعمها جميل، وبتاتي في توقيت مهم للغايه، مهم للغايه، وترد على يعني البعض اللي شكك في تراجع النادي الاهلي. لك رجعوا لي الاهلي. طب دلوقتي نقول رجعوا لي مين والفرق 22 نقطه؟ هل يجرؤ اعلامي ان هو يطلع دلوقتي يقول رجعوا لي الزمالك الفرق 22 نقطه في الدوري، والاهلي والزمالك الاثنين في قبل النهائي في افريقيا؟ طب تقدر تقول رجعوا لي الزمالك؟ يعني تقدر تطلع تقول دلوقتي رجعوا لي الزمالك والفرق 22 نقطه؟ ولا نخاف من الشتيمه؟ والله بحاول مع كاب سيد عبد الحفيظ، والله بحاول معاه، لكن انا عارف ان هو بيبقى عليه ضغوط وتسجيلات كتيره بعد المباراه. لو ما جبناش سيد نجيب مين؟ ما هو كله لسه في الملعب والدنيا، وكاب سيد عبد الحفيظ هو اللي بيتكلم في الجهاز، مستر فايلر في المؤتمر الصحفي، وطبعا احنا ما بنعرفش الماني، بيتكلم الماني وفرنساوي ما شاء الله تبارك الله. يعني هنقر عليه، هنقر عليه. هاي انكل ابو المعاطي، برنس فاروق، اهلا يا برنس فاروق. الاهلي شياك، علاء ميهوب، هتلاقيه دلوقتي هتلاقيه في قناه الاهلي، علاء ميهوب يا عم. ما كل ما اكلم علاء بعد الماتشات هتلاقيه في قناه الاهلي، يعني ده موضوع صعب جدا برضو. يعني هات لنا الخطيب، والخطيب اصلا بيطلع يتكلم في قناه الاهلي لما يجي يتكلم معايا؟ يعني هو بيتكلم في قناه النادي الاهلي عشان يجي يتكلم معايا؟ زمان خدت حلقاته اللي عملها في اذاعه شباب الرياضه، نزلتها حلقات في نجم الجماهير مكتوب، لكن دلوقتي هو ما بيتكلمش اصلا. ايوه كل يوم بشرب عصير تفاح. اجيب مين؟ طب استنى اهو نشوف ضياء السيد يقول لنا ايه المكاسب اللي حققها النادي الاهلي اليوم قبل ما اخش معاكم.